وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمل، وبسط الأرض على ماء الجمل، وسخر لنا الرياح والأنهار والبحار تجري برحمته، فسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا أستاذ البشرية جمعاً، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله ومن والاه، شهد شهادة التوحيد فخرجت من قلبه خالصة لله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أطهر وأعظم قلب وأرحم وأعظم إنسان، رفع الحق قدره وأعلى شأنه، فهو بأبي هو وأمي صاحب اللواء المعقود والحوض الموجود والشفاعة العظمى، وأملنا لمن يشفع لنا يوم الحساب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله ومن والاه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته وخط خطاه واتبع سنته إلى يوم الدين. وارض اللهم عن السادة الأعلام، سادة سادات الدنيا، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، واجمعنا يا ربنا معهم، واحشرنا يا ربنا معهم، وأدخلنا الجنة يا ربنا معهم في رحمتك في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما أيها الأحبة، ومع اللقاء الثالث عشر من تلك السلسلة المباركة من رحلة الدار الآخرة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند العرض، بعدما تكلمنا عن أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثمانية، ووقفنا عند العرض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ليكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قد قدم، ثم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقفنا عند العرض الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة: طيب الله ثراها يا رسول الله، أولم يقل الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، ولكن ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض. تعرض الخلائق جميعا على الله تبارك وتعالى، وتنادي الملائكة على كل واحد باسمه: ما من عبد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ما من عبد إلا ويكلمه الله عز وجل يوم القيامة،
ليس بينه وبينه ترجمان، فيخيم الحق تبارك وتعالى ويبنيه منه، يخيم عليه ستره اي رحمته، اي يخيم عليه كنفه، والكنف هنا اي الرحمه، فيقول له عبدي اتذكر يوم ان فعلت كذا وكذا، اتذكر يوم ان فعلت كذا وكذا. في ساحه العرض هي ساحه العدل. نعم ايها الاحبه، ساحة العرض على الله عز وجل هي ساحة العدل. فانظر إلى حالك عندما ينادي عليك الملك فيقرع نداء قلبك، فتتقدم بتلك اليدان المرتعشتان واليدان المرتعشتان والقلب الذي يخفض دقاته، وبلغ بك الحناجر حتى كأني بقلبك، وصل إلى أقدامك من شدة الخوف، وأنت تتقدم خطوة بعد خطوة، خطوة بعد خطوة، إلى أين؟ لتقف أمام الحق. وبينما أنت كذلك، وبينما نحن جميعا واقفون أمام الحق، كل واحد بمفرده، ليس بجماعته، ولا بحزبه، ولا بدولته، ولا بفريقه، لا، ورب الكعبة بمفردك، أنت ستقف أمام الحق وحدك. تقف بينما أنت كذلك، استجدوا، الصحف تتطاير. نعم، وهنا يأتي وقت تطاير الصحف. تنشر الصحف وتتطاير الصحف، وكلهم عند العرض واقفون، والأشخاص والأبصار شاخصة، والقلوب بلغ منها المنزل ما بلغت، لتنظر أيها العبد بأي يد ستتقدم لتأخذ كتابك، بأي يد؟ لا تعلم. إنها السوال واللحظة الفاصلة، لا أقول في حياتك الدنيا ومستقبلك الدنيوي، وإنما اللحظة الفاصلة في حياتك الأخروية، لحظة تطاير الصحف والكتب. انظر وتأمل إلى هذا العبد المؤمن الذي ماذا؟ إنه مسرور؟ نعم مسرور، يسعى ويهرول بين الخلائق وينادي بأعلى صوته فرحا مسرورا مستبشرا، والفرحة قد ملأت وجدانه وملأت قلبه وسيطرت على كيانه، ومن شدة فرحه هل أخذ الشهادة العليا؟ هل أخذ إعفاء من التجنيد هذا؟ هل عين وزيرا؟ هل ربح مكافأة كبرى؟ ربح سيارة؟ ربح عمارة؟ ما شأن هذا المسرور الذي يجري وسط الخلائق وبصوت عالي، ها هم اقرأوا كتابي؟ لعله هذا تفرح المسرور الذي يتهادى بين الخلق بأعلى صوته هنا وهناك، ويملأ الأرض في نفسه فرحة وسعادة ما بعدها سعادة، وسرور ما بعده سرور، فتعلم الخلائق أجمع في يوم العرض على الله عز وجل، وفي لحظة العرض فتعلم الخلائق أجمع أن هذا العبد المسرور قد أخذ كتابه باليمين، اللهم اجعلنا منهم. يمشي فرحا، والفرحة تملأ قلبه قبل زمينه، ها أمطوعوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. من ثانية واحدة قلبي كان عند رجلي من شدة الخوف، ثانية واحدة فاصلة، كان لا يعلم العبد أي يد ستمتد لتأخذ هذا الكتاب الذي جمع فيه الصغيرة والكبيرة، جمع فيه الحق الصغيرة والكبيرة،
ما يأخذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم نعم، إني ظننت أني ملاقي حسابي، وكأن ملائكة الرحمة ترد عليه وهو يقول إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن ترى في أرض المحشر ولحظة العرض رجل آخر مسود وجهه والعياذ بالله، من بعد ثانية واحدة كان لا يعلم مصيره وإلى أين. هذا العبد المسود الوجه الكئيب الباكي الحزين، من هذا؟ فتعلم الخلائق أجمع على رؤوس الأشهاد، تعلم الخلائق على رؤوس الأشهاد أن هذا العبد هو العبد الذي أخذ كتابه بشماله، نعوذ بالله من ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله ده مصيره إيه؟ فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الندم مش هينفع ولا الحسرة هتنفع ولا الشفقة فيما قدم وفيما أهمل في جنب الله مش هتنفع، لأن هذا العبد سيسمع صوتا عظيما جليلا ينبعث تجاهه وهو يقول يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا ملك ولا رئاسة ولا حنة ولا مال ولا وسطة ولا مفيش رب الكعبة، خلاص ذهب عنه المال، ذهب عنه السلطان، ذهب عنه القوة، ذهب عنه كل شيء، حتى يجد هذا الصوت الجليل العظيم منبعث بكل قوة وبكل شدة تجاه هذا العبد الذي يعض على أنامله يوم يعض الظالم على يديه، فهو يتحسر وهو يندم، يجد هذا الصوت العظيم يصوت تجاهه، هذا الصوت الجليل العظيم يصوت تجاهه، خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ كشف صلوه آخر حاجة في حسابات الصلاة، آخر حاجة في حسابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخر حاجة في حسابات الكلمة الطيبة، آخر حاجة في حسابات هذا العبد العمل أو أي عمل من أعمال الخير، آخر حاجة في حسابات القيام لصلاة الفجر، آخر حاجة في حسابات العدل، آخر حاجة في حسابات
حساباته خالص خالص بره للوالدين. آخر حاجة في حساباته العطف على المساكين والفقراء. هذا العبد قاسي القلب الذي عاش حياته كما يريد وكما يحبه لا كما يريد أن يعيش في هذه الحياة على مراد الله عز وجل. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه للرب. وكأن سائل يسأل لماذا هذا العذاب الذي سيصب على من أخذ كتابه بشماله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. طب الإيمان ده من كافر؟ لا، الإيمان عمل، الإيمان عمل. سيدنا النبي عرف الإيمان، قل الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ايه ينفعك انك تبقى مؤمن وانت بتكره الشيوخ والعلماء؟ ايه ينفعك انت تقول لي مؤمن وانت بتكره المتبع سنة سيدنا النبي؟ ايه الفايده انك تقول لي مؤمن وانت عمال تسخر من المؤمنين والمؤمنات وتتلمز على ده وتتهوز على ده وتختب ده وتلم ده؟ ايه الفايده انك تقول احنا مؤمنين يا عم الشيخ وموحدين وانت عمال تاكل في لحم اكيد وانت ما تبطلش لسانك بالغلط وانت قاعد عايز تضيع وقتك في القيل والقال وكثره السؤال؟ ايه الفايده انك تقول لمؤمن وانت قاطع لرحمك وانت ما اتكت مالك وانت ما تقومش صلاه الفجر؟ وانت بص لحالك، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أنت لو مؤمن بالله العظيم حق الإيمان هتحفظ لسانك وهتحفظ جوارحك وهتكون تؤدي لله حقا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، والله ما حتى ينفعك لا مال ولا شهرة ولا فضائيات ولا لأن اسمع كده، اسمع الوحي. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا المسكين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا تلومن إلا نفسك، لا شهرة تنفعك ولا فضائيات لمعتك تنفعك. فالنهارده بنشوف بعض الاخوه بيروح يرتكب الخطا عشان يطلع في التلفزيون، بيروح يعمل جريمه عشان يتشهر. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ايها الاحبه، من أخذ كتابه بيمينه فرح واستبشر ونادى على الخلائق في أرض المحشر ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، والآخر يا ليت لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. ثم ماذا؟ ثم تتقدم آخر الأمم وأول الأمم للحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخر في الزمان ولكن أول الأمم في الحساب. واحد، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. أول أمة ستتقدم
عندما تقف البشرية جميعا على بساط العدل أولا، لأن الله عز وجل سيحاسب بالعدل أولا ثم بالفضل. اللهم حاسبنا برحمتك لا بعدلك يا رب العالمين. هنا ستتقدم أمة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه للحساب، وهي آخر الأمم وأول الأمم. والسؤال: ما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة؟ السؤال: ما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الإجابة: الصلاة. الصلاة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. 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 فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. اللهم تقبل صلاتنا يا رب العالمين، ولا يقبل الحق تبارك وتعالى. الصلاة من عبد يأكل حراما أو يمشي في حرام أو يتطاول على خلق الله أو لم يرحم المسكين وابن السبيل والأرملة. نعم، إنما أكبر الصلاة لمن تواضع بها لمقامات. لازم يكون متواضع المسلم الذي يصلي، لازم يجب أن يكون متواضعا. نعم، الصلاة تعلم المسلم كيف يدير حياته بأخلاق، بمنتهى الأخلاق، كيف يكون ذو خلق مع زوجته، مع أبنائه، مع أمه، مع أبيه، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أصدقائه في عمله. كيف يتمتع بهذا الخلق العظيم؟ وقد قال الحق جل في علا: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. ليه يا رب؟ ما الهدف من الصلاه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. تواضع، فكن متواضعا مع كل الخلق، مع كل الخلق، مهما بلغت من منزل، ومهما بلغ تعليمك، ومهما بلغ مالك، ومهما بلغ سطوتك، كن متواضعا، كن متواضعا، واعلم انك لو كنت تصلي الخمس اوقات باوقاتها وانت تستطير اي تتكبر على خلق الله، فاعلم ان الله لا يقبل منك صلاه على الاطلاق. وستاتي في ارض المحشر وفي الحساب تعض على اناملك، تعض على اناملك. لماذا؟ لانك ستجد والعياذ بالله ان صلاتك هذه فاسده غير مقبولة على الإطلاق. الصلاة: فيا تاركن الصلاة إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. ما من فجر أذن وأنت نائم حتى تخرج الشمس إلا ولنعنتك
هذه الصلاة، صلاة الفجرة العنك، صلاة الفجرة العنك. تقول اللهم العن فلان وفلان وفلان وفلان، يا رب لم يستيقظوا للصلاة. الصلاة هي الصلة التي بين العبد وربه. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: أي الذي يجمع صلاة مع صلاة، فكيف بمن تركها؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين. أول شيء، أول شيء، فيحشر والعياذ بالله مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف عليهم نعمة الله، يجد نفسه وسط هؤلاء صناديد الكفر وقمم الطغاة، صناديد الكفر وقمم الطغاة، يجد تارك الصلاة بينهم، فيتعجبون هؤلاء: انتوا كنتوا بتقولوا المسلم هو اللي يخش الجنة، واحنا ها هندخل النار؟ قال: قد وجدنا ما وعدنا الله حق. خلاص صدقتم، وصدق رسولكم، وصدق كتابكم، لاننا قد دخلنا النار. لكن انتوا كنتوا مسلمين، ده انت اسمك محمد، وانت اسمك محمود، وانت اسمك مصطفى، وانت اسمك عبد الرحمن، ماذا لكم في سقر؟ ايه اللي جابكم معانا؟ قالوا: لم نكن من المصلين. احباب، والله أقولها بحب من قلبي للإخوة اللي بتتأخر عن صلاة الجمعة. الإخوة اللي بتتأخر عن صلاة الجمعة دي بتتأخر ليه؟ داخل بعد الإيمان ما خرج إلى المنبر ليه؟ اعلم، اعلم هداك الله وإياك أن أعداء الإسلام يتربصون بخطبة الجمعة. أعداء الإسلام عايزين يقوموا الصبح كده، يصحوا الصبح ما يلاقوش خطبة الجمعة خالص، وإلا إنهم مسلمين بيخشوا المساجد خالص. أبداً هنفرط في ديننا شيئاً بشيئاً، ولنحل عقد الإسلام، ويتناثر منا حبة حبة، ويتخلق عرى الإسلام عروة عروة. هذا ما نجده، نجده قلة قليلة بسيطة تأتي. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، حريصة على أن تأتي الجمعة قبل خروج الإمام والأكثر. وتلك بلوى عامة ابتليت الأمة بها، من البلاء العظيم الذي حل بالأمة أن المسلمين اليوم تجد قاعد قدام التوك شو بالساعتين ثلاثة، والمصري الساعتين ثلاثة، ومضيع وقته على القهوة ساعتين ثلاثة، وممكن يروح يكلم مع صاحبه الساعة ونص. ما الذي حل؟ لكن الجمعة تقيلة للدرجة دي، صلتك بربنا والزاي الروح تقيل للدرجة دي، إنك عايز تخش بعد ما الشيخ يخلص وينزل من عند المنبر؟ لا والله، لا رب الكعبة ستتحصر، والذي أنزل القرآن على محمد ستتحصر على كل ثانية ضيعتها من صلاة الجمعة. كنت فيها كسلان أو نايم أو لا تبالي، هيقول لك يا عم ده بيطول، طب نص ساعة من الساعة ونص ساعة. طب اسأل نفسك يا شيخ، اسأل نفسك بالله عليك، اسأل نفسك من قلب محب، ما انت بتقعد النص ساعتين وقعدت ده من برنامج التوك شو بتتلحلف واحدة متبرجة من ثلاث ساعات. يا أخي اتق الله، يا أخي ارجع وتوب. امرأة سافرة متبرجة كل ثانية بتمر على المتأهل تسمعناها، بتمر على بسيئة بسيئة بسيئة. اتق الله، اتق الله، واحفظ بصرك وغض بصرك، فأنا طريق الحرام. أنا أعجب وأتعجب من المسلمين اليوم. ما تجيب يا أخي راجل تسمعه، لازم واحدة حط أحمر واحدة أصفر، أهل الدم ثلاث ساعات تعمل إيه؟ تقول أكاذيب وتشتم الإسلام وقاعد تتفرج. لما يطلع رجل قذر يشتم الشيخ الشعراوي يقول لك هو اللي أرسى قواعد التخلف لمصر،
معذره والله انا بأسف لك وبعتذر لك ان صوتي لو عالي او لهجتي شديده لان سيدنا النبي صلى عليك كده، سيدنا النبي على المنبر كان كده. يمكن بعض الاخوه بيعاتبوني يقولوا لي يمكن تشديد شويه والفاظك شديده شويه، لكن كان الحبيب صلى عليه كان اذا خطب احمر وجهه وعلى صوته وكانه منذر بجيش قادم. طب مصيبه، وهل هناك مصيبه اعظم من عذاب الله؟ وهل هناك نقمه تحل على الامه اعظم من غضب الله على الامه؟ لا تجد رب الكعبه في ايه بعد كده لو تنزل ربنا علينا غضب غضب. انا مش اسب ولا العن هذا الرجل الفاجر. يقول لك الشعراوي ارسى قواعد التخلف في مصر، وتسمع ونجوم التوك شو ولو جمهور، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. والله الطعن في هؤلاء العلماء الاجلاء لهو طعن في الاسلام، طعن في الاسلام. عايزين نشوف الحد مش هيتنشر، لان ربنا حافظ مصر وشعب مصر واهل مصر، وهتظل الدين الاسلام والتدين في اعماق 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 قلوبنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها باذن الله. باذن الله تدفع المليارات وتدفع المليارات لصد الناس عن دين الله، ولا انا بقول لك بحب بدل ما تقعد الساعه 12 وواحده قدام قناة عفنة وواحد معفن بيسب وينعد ده وده وده، وما كان النبي سبابا ولا لعانا ابدا، لكن هذا الوصف اقل ما يوصف به هذا المعفن اللي بيخوض في اعراضنا ويخوض في اسلامنا. بدل ما تقعد تسهر للساعه 12 واحدة من الليل، ربنا يكرمك نام بدري، نام بدري عشان تستيقظ لصلاة الفجر الذي قال الله عنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، فإذا جاءت الفجر وصلتها ثم تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، فإذا جاءت الظهر وصلتها ثم تحترقون تحترقون اي بالذنوب والمعاصي، اذا جاءت العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فاذا جاء المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فاذا جاء العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيئا، او كما قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله. الحمد لله، الحمد لله حمد القائمين، الحمد لله حمد الراكعين، الحمد لله حمد الساجدين، الحمد لله حمد الموحدين لله رب العالمين. اللهم اقبل منا شهادة التوحيد خالصة مخلصة من قلب مخلص يا رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا وأمننا بالشفاعة يوم أن نلقى الله عز وجل، نشهد بأنه عبد الله ورسوله أرسله ربه ليكون رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى
يوم الدين وفي كل وقت وحيد، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وارض اللهم على أئمة الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك في جنات النعيم. أما بعد، أيها الأحبة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله الصلاة. الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأول زمرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتقدمون للإنسان أربعة أنواع من البشر أول ما يحاسبون. أربع أنواع من البشر من أمة من هم؟ هل هم الذين ارتكبوا الكثير والكثير من الكبائر؟ كلا وبالكلا. هل هم الذين ارتكبوا الكثير والكثير من الصغائر؟ لا ورب الكعبة. فمن غيرهم؟ من غيرهم يتقدمون ليكونوا أول من يحاسبون بين يدي الله؟ اسمع، صل على الحبيب. من هم؟ إنهم زمرة من الشهداء. الشهداء؟ نعم. وطائفة من العلماء. العلماء؟ نعم. وطائفة من قراء القرآن. وطائفة رابعة من الأغنياء المتصدقين المحسنين. هؤلاء؟ نعم. رب الكعبة. يعني أنا قبلكم الشهداء أول ناس بتحاسب؟ نعم. أول ناس؟ نعم. ففي الحديث الصحيح فيما معناه يؤتى بالشهيد يوم القيامة ليمثل في أرض الحساب وحاسب، فيعرفه ربه نعمه عليه. أعطيتك شباب وصحة، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت بصحتك وشبابك؟ قال: يا رب، قاتلت حتى قتلت في سبيلك. فإذا بالله عز وجل يقول له: كذاب، أنت كذاب، أنت كذاب، وإنما قاتلت ليقال عنك شجاع قوي. وقد قيل: فيسحب من على وجهه إلى النار. تاني مين؟ الشهيد العالم. عالم، نعم. ملأ الأرض علما، نعم. علم، تعلم وعلم، نعم. فيؤتى به: تعال، تعال للعرض على الله للحساب. فيعرفه الله نعمه، نعمه العلم، نعمه القراءه والكتابه، نعمه البصيره. فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت بهذه النعمه، نعمه العلم؟ فقال: يا رب، تعلمت العلم وعلمت الناس من اجلك. فيقول له: كذب، انما تعلمت العلم وعلمته ليقال عنك عالم. يا الله، والله لكان القلب ان ينخلق ليقال عنك الفزلوك، ليقال عنك العالم، ليقال عنك المحدث، ليقال عنك، ليقال عنك. وقد قيل: خلاص، انت مش قاعد تجادل ليل ونهار وتقابل عشان الناس كلها وقت العالم. خلاص قيل، والنية محلها القلب، النفس لها الظاهر، والله يتولى السرائر. علشان مفيش حد يسيب ادب مع الله ويقول لك: يا عم اتعامل فيها عالم، اتعامل، لا،
أمامه العالم، أما ما بينه وبين الله فلا يعلمه إلا من؟ إلا الله. كن مؤدب مع العلماء، دي مش قضيتك، قضيتك تاخد العلم وتاخد النصيحة، لكن قضيته هو بقى، هو مع ربنا وضعه إيه؟ مالكش دخل، انشغل بنفسك، انشغل بنفسك، مالكش دعوة، تاخد العلم وتعمل بيه، هو مع نفسه بيه، دي قضيته هو مش قضيتك أنت، مشكلته هو مش مشكلتك أنت، حسابه هو مش حسابك أنت، كذبت. إنما تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل. ثم يؤتى بالقارئ القرآن أصحاب الأصوات النيرة الندية الجميلة، أصحاب الأصوات الجميلة، يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه عليه فيقول ماذا عملت لهذه النعمة؟ نعمة الصوت، صوت الجميل اللي بتقولك ده، عملت بيه ايه؟ قال يا رب قرأت القرآن، قرأت على الناس القرآن من أجلك، فيقول له الله كذبت، وإنما قرأت ليقال عنك قارئ، قرأت ليقال عنك قارئ. يا سلام، ففلان ده صوته جميل يتفاخر هنا ويهنا وهناك، بدل ما ياخد في العتاقة 100 ياخد 200 ياخد 1000 ياخد 2000، هذا ليس دخلي ودخلك، وإنما هي علاقة بينه وبين من؟ الله. بتقرأ بأي نية؟ تقرأ القرآن على المسلمين بأي نية؟ بنية الناس عشان تقول الله الله الله. يا عم الشيخ بتاعي الله يخليك، لا والله بالآية دي، طب بالله عليك الكلمة دي، الكلام ده بدع، بدع. إن أنت بتقرأ القرآن تسمع القرآن تبكي تعيط، القرآن يقرأ بالتراكي عشان نهلل ونظبط. لا شغل الموالد ده مش عندنا في الاسلام. وسيحاسب القارئ والسامع، وسيحاسب القارئ والسامع، لاننا نتلاعب بكتاب الله عز وجل وناخذ على ذلك من البدع الاجر. ثم يؤتى بالغني سر ان رجل اعمال ربنا من دينه فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه. نعم الجيد مال من صنوف المال، يؤتى هذا الغني الذي اعطاه من صنوف المال فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ماذا عملت بهذه النعمه؟ نعمه المال دي عملت ايه؟ يقول يا رب تصدقت هنا وهنا 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 من اجلك، فيقال له كذبت. ربنا اللي يقول له، يقول له انت كذاب، ده قدام الناس، وانما تصدقت ليقال عنك سخي وفي روايه كريم وقد قيل فيسحب من على وجهه ويجر الى جهنم والعياذ بالله. من هنا اقول الاخلاص، نية المرء خير من عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، وللموضوع بقية إن شاء الله اللقاء والبقاء في اللقاء القادم. أسأل المولى العلي القدير أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا، وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء شبابنا، اللهم اعصم دماء شبابنا، اللهم اعصم دماء شبابنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر اللهم لنا ربنا يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا وغفرته، ولا مريضا الا وشفيته، ولا ميتا الا ورحمته، ولا غائبا الا ورددته، ولا عاصيا الا وهديته، ولا تائبا الا وقبلت توبته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص
اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم من اراد بمصر الخير فوفقه الى ما تحب وترضى، ومن اراد بمصر الشر فاجعل كيده في نحره، وجمد الدماء في عروقه، وزلزل الارض من تحت قدميه. اللهم طهر مصر من الفاسدين، اللهم طهر مصر من الفاسدين، اللهم طهر مصر من الفاسدين، واجعلنا يا ربنا من المحافظين على الصلاه يا رب العالمين. امين امين امين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.